صباح الفل عليكم. النهارده هنعرف ازاي نعمل الصور ال HDR بأي كاميرا عندنا. في البداية حابب أوضح إني هستخدم برنامج فوتوشوب مع كاميرا كانون M50 بعدسة 50 ملي، ولكن تقدر تطبق نفس الفكرة على أي برنامج هيساعدك تطلع بنفس النتيجة وبأي كاميرا مهما كان. الـ Exposure Bracketing أو ما يعرف بتصحيح التعريض الضوئي للصورة، أو الـ HDR الـ High Dynamic Range واللي هو بيكون عبارة عن صورة واضحة بكل التفاصيل الممكنة فيها في المناطق الغامقة زي المناطق الفاتحة بالظبط، وده اللي هنعرف نعمله النهاردة في الفيديو ده بالتفصيل. وقريب جدا هنعمل فيديو تاني بيشرح الـ Dynamic Range بشكل أكبر. آخر حاجة مهمة جدا نكون بنصور على ترايبود وفي ظروف إضاءة ثابتة. هنبتدي دلوقتي نظبط إعدادات الكاميرا، وفي أكتر من طريقة علشان نقدر نستخدم الإكسبوجر براكتنج. إننا بنفتح المنيو وبنروح لبيج 2 للإكسبوجر كومبنسيشن أو الـ AEB اللي هي اختصار الأوتو إكسبوجر براكتنج. هنضغط على أوكي. بيفتح معانا البانل دي عبارة عن ميتر للإكسبوجر. كل ما رحنا لناحية اليمين بيخلي الصورة عندنا أفتح برايتر، وكل ما رحنا ناحية الشمال بيخلي الصورة عندنا أغمق داركر. أول ما بنحرك الدايل اللي في الكاميرا قدام بنلاقي الشرطة الحمراء اللي في النص اتحولت لتلاتة، واحدة يمين واحدة في النص واحدة شمال، وكل حركة بوان ستوب برايتر أو داركر، وعندنا لحد 6 ستوبس. هنرجع تاني بره خالص علشان نعرف الطريقة التانية، وهي إننا هنضغط على زرار الإنفو لحد ما يجيب لنا الديسبلاي دي. والديسبلاي دي لو ما لقيناهاش عندنا بنقدر نجيبها من المنيو من سيت أب، نروح لبيج 4 لشوتنج إنفو ديسبلاي، وبعدها بنلاقي عندنا اكتر من ديسبلاي بنختار منهم اللي يناسبنا. بنرجع تاني وبنضغط على اوكي، او في بعض الكاميرات التانية هنبقى بنضغط على زرار الكيو. بنلاقي نفسنا بنقدر نتحكم في كل الداتا اللي قدامنا على الشاشة. هننزل على الاكسبوجر ميتر، هنلاقيه جايب لنا بانل تحت بيقول لنا ان الاوتو اكسبوجر براكتنج بيقدر ياخد شوتس اوتوماتيك باكسبوجر مختلف. اول ما بنضغط اوكي بيفتح لنا نفس البانل اللي كنا جايبينها من المنيو، ونقدر نتحكم فيها بنفس الشكل من الدايلز، وكمان نقدر نعمل ده من بره بكل سهولة. وانا هختار ان انا اجرب على 6 ستوبس. بعدها بننزل للدرايف مود وبنختار التايمر يصور بعد ثانيتين علشان حاجتين. اول حاجة ان الكاميرا ما تتهزش وانت بتضغط على مفتاح الشتر، وتاني حاجة انه بياخد الثلاث صور ورا بعض، مش هتضطر انك تقعد تصور كل واحدة لوحدها بنفسك. وهنروح كمان للايمج كواليتي ونتأكد اننا بنصور على رو علشان نستفيد باقصى كواليتي ممكنة للصور. بعد كده هنرجع للشوتينج ديسبلاي ونظبط الاكسبوجر ميتر ونبتدي نصور. اول ما بيخلص بنلاقي عندنا ثلاث صور فعلا، الاوفر اكسبوجر والاندر اكسبوجر والنورمال اكسبوجر. بعدها بننقلهم على الجهاز عندنا وبنفتحهم في الفوتوشوب، ومش هيفرق الترتيب خالص مين فوق ومين تحت. هنعمل سيلكت للثلاث صور، وهنروح للبانل اديت لاوتو الاين لايرز، وهنختار الاوتو بس وهنضغط على اوكي، وهنستنى انه يعمل الاين للصور، وهو بياخد وقت على حسب سرعه جهازك، فما تقلقش لو اتاخر شويه. بعد ما بيخلص بيكون في حواف صغيره جدا للصوره محتاجه انها تتقطع، فبرضه خلي بالك من الموضوع ده وانت بتجهز للصوره، فهنعمل لها كروب عادي. بعد كده بنعمل سيلكت للصور تاني، وبنروح لقائمه اديت بنختار اوتو بلند لاير، وبنختار الستاك ايمج والاوبشنز اللي تحت كمان، وبنضغط على اوكي. بنلاقيه عمل ميرج للصور وبقى كلهم في صوره جديده عباره عن دمج للثلاث صور في صوره واحده، ودي نتيجه دمج الثلاث صور اللي عندنا. وفي اوريدي اوبشن ل HDR في الكاميرا في الكانون كرييتيف فلترز اللي هنعمل عنه حلقه قريب شرح كامل، ولكن في فرق كبير بين الصوره اللي من الفلتر والصوره اللي من الاكسبوجر براكتنج، فانا هسيب فكره انك تجرب وتختار الصوره الانسب ليك. في النهاية أنا شايف إنه أوبشن عظيم جدا، يقدر ياخد مستوى الصور اللي بتصورها لليفل تاني خالص. وكالعادة لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تسيبه في كومنت وأنا هرد عليك، وأشوفكوا الحلقة الجاية.